درسنا عن ايه؟ الادغام. ما هو الادغام؟ ان حرف النون وعليه اما سورة الحركة دي شكل صحيح اسمها السكون مع التنوين بالضم او الكسر او الفتحة. حلوة قوي. لو دخلوا في بعض بيدلنا حكم من احكام التلاوة، اسمه حكم الايه؟ الادغام. الادغام. ايه احرف الادغام؟ ياء وراء وميم ولام وواو ونون. طب العلماء جمعوها لنا في كلمة سحرية. ها؟ احسنتي. طيب الادغام ادخال حرف ساكن في حرف متحرك. لو انا قلت لك مثلا قوله تعالى من ربهم، من ربهم، هتشرحيه لي ازاي اطبق عليه حكم الادغام؟ النون بنربط الميم مع الراء، فالنون مش يعني الشد بقى حكم الراء عليها الشد. هنقراها ازاي بقى؟ من ربهم. احسن، شد انا في الراء. جزاك الله خيرا، اتفضلي مكان. هنقرا مع